بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم أخواني وأخواتي، وأنا أتواصل معكم عبر شاشة قناة سامراء الفضائية ببرنامج يستفتونك. أسأل الله تعالى أن يكون هذا البرنامج خالصا لوجهه الكريم، لا نبتغي فيه جاها ولا رياء ولا مباهاة بين الأقران. أستقبل الاتصالات والاستفسارات من إخواني وأخواتي، أسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. حياكم الله وبياكم مرة أخرى إخواني وأخواتي، ونحن حقيقة مثل ما يقال الساعات تقترب للشهر الفضيل، الساعات تقترب لشهر القرآن، لشهر رمضان، لشهر التراويح، لشهر القيام. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن نكون من الصائمين القائمين القانتين في شهر رمضان، ويتقبل منا صالح الدعوات. إخواني وأخواتي، موضوع حلقتي أتكلم عن هذه الليلة، اليوم الجمعة وبالليل ليلة السبت، ليلة النصف من شعبان. فقبل أن نتكلم عن ليلة النصف من شعبان، أستقبل الاتصال. معي اتصال. حج علي تفضل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخ؟ الحمد لله بخير. يا خالي أول شيء ما عندنا كهرباء، حبك جاوبني مباشرة. والله من ماكو كهرباء هو الزين حجي، حتى نسمعك مباشر يعني من التليفون. ها جزاك الله خير. بس يعلي لي الصوت يعني كنترول، ساعدني يعني. نعم. شيخ، لماذا سمي سيدنا عيسى عليه السلام بالمسيح؟ نعم. نعم. وأريد رقمك الخاص، عندي شغلة خاصة إذا ما فزحنا. رقم الخاص ممكن تبقى عند كنترول وتاخذ رقم الخاص إن شاء الله. لا يخالف. نعم. جزاك الله خير. حياك الله. أم علي تفضلي. أم علي من ديالة. اهلا مرحبا اختي، تفضلي. شيخ وياي؟ اي يعني معك، تفضلي. شيخ عندي سؤال. اي نعم. وين زوجي هذا الصبر؟ شلون؟ حجي ارفعي لي صوتك الله يرضى عنك. زوجي اي؟ زوجك اي؟ اي. من انقتل يعني هو سايق اجرة. سايق سيارة اجرة؟ سايق سيارة اجرة. نعم. كنترول ساعدوني يعني الصوت يطلع. ممكن تعيدي اتصال الكنترول يطالب، لأنه أكون في صوت يعني أنت متكلمين أختي، العفو يعني أعتذر جدا. نعم. أي خطأ، خلي تعاد اتصال. أي نعم، أنا معي، أنا معك، تفضلوا حياكم الله. نعم نعم. تمام. إذن إخواني، ليلة النصف من شعبان هذه ليلتها بإذن الله تعالى. نعم، النصف من شعبان هناك كثير من اللغط عند بعض الشباب أنه لم يثبت عنه شيء. لا يا إخواني، أحاديث وردت عن شعبان وفضل رجب وفضل شعبان، وهناك أحاديث خصصت أحاديث لفضل أو فضائل النصف من شعبان. نعم، هناك أحاديث صحيحة خصصت للفضل لفضل نصف من شعبان، ومنها الحديث الصحيح الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله على عباده في النصف من شعبان. حديث صحيح، يطلع الله على عباده في النصف من شعبان فيغفر لهم إلا المشرك والمشاح. حديث صحيح، إلا المشرك الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى، والمشاح. المشاح عند العلماء قالوا الذي بينه وبين أصحابه مشاحة، يعني خصومة في قلبه، شيء على الآخرين، في قلبه حسد على الآخرين، فهذا لا يشمل، غير مشمول في الغفران. فهذه الليلة ليلة غفران إخواني. ومن النكت أو من الفوائد مثل ما يقول البلاغة في هذه الليلة أنها نزلت آية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال العلماء نزلت في ليلة النصف من شعبان، قالوا ليلة النصف من شعبان هي ليلة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يقول، فهي ليلة فيها صلوات على النبي، وليلة فيها أذكار، وليلة فيها إحياء إلى الصباح، لا بأس بذلك. نعم، من معي؟
شيخ فاروق الجنابي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا الشيخ. اي نعم تفضل اخي حياكم الله. شيخنا العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي 2017 انا بعد عمره. نعم. السنة اذا عاوزها اريد اروح عمره. زين. السلام يا رب. اي شنو هذه؟ 2017 اي اكو جماعه يقولون تروح مثلا بالقطر تدفع اوراق كذا اوراق وتدفع اوراق مالتك تتمنى اوراق تصير 5 اوراق تصير تتمنى اوراق زين وكل شهر تدفع اوراق هل يجوز هاي اوراق يعني بالقصد؟ لا مو احنا خلي وحده وحده هناك عمره اكو قصد اقساط انت تسال عن عمره الاقساط؟ أني ما أدخل أستاذي ما أدخل بالقانونيات أكو ضريبك وأني ما أعرف حقيقة بالتفاصيل أنا سألت عن الموضوع وقرأت البنود يعني هي ما يسموها ضريبة هذه ما يسموها ضريبة يعني خلوا مثل كيف نقول يعني مو نقول عقوبة خلوا مثل غرامة مالية للي يروح خلال 3 سنوات ماشي مضاعفة تصير بس أنت دا تسأل عن هذه الضريبة أو الغرامة المالية لو تسأل عن العمرة بالقسط يعني تمام تجمع تمام الجواب يجيك ان شاء الله تمام ممنون من الشيخنا عزيز حياكم الله ام مصطفى تفضل من دياله السلام عليكم ام مصطفى تفضلي حياكم الله شلونك شيخنا عليكم السلام ورحمه الله تفضلي ام مصطفى انت معي زين المرض شنو مرض مزمن اختي لو مرض طارئ شنو المرض ها شقيقة شوفي أختي أنا الفتوى مالتي تبنى على قول الطبيب المختص الحاذق روحي إلى طبيب مختص في يعني المرض مالتي شو الطبيب قولي له الصيام يأثر على الشفاء مالتي أو يزيد من الألم مالتي الصيام إذا قال لي إيه والله الصيام مو زين عليك اعتبري أنت يعني إلك فتوى بعدم الصيام إذا كان المرض مالتك هذا مزمن شنو اللي تسوي وراها ما تصومين والدفعين فدية فقط يعني مو قضاء عليش فدية فقط والفدية 1500 دينار عراقي عن كل يوم أقل شيء 1500 دينار عراقي أقل شيء نعم أم محمد أبو محمد من سامرة تفضل أبو محمد أنت معي حياك الله اسمعني من الهاتف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله بخير ماشي الحال دائما انا متابعك يعني وريت بس احطك من الجوال والله اتشرف وها انت معي الان حياك الله شيخنا العزيز مرات ودي المناسك المكوى مال التوت زين يعني بالتوت رحم الله والديك اي فما تخيل اود ان اغسل لهم يعني هاي يعني أشك بالهذا بالغسل يقول لي المكوى كبير ياخذ مناسب هواية ايه انت وين الخلل عندك دشك بالطريقة الغسل لو شنو اي من يعني مرة ثانية من ورا اغسل بالمكوى اريد اغسل بالبيت زين اسألك سؤال جاوبني بصراحة انت عندك وسواس اي يعني يقول يعني مكوى كبير انت يعني طبعك المناسب تيجي خاف بيها مثلا انت طبعك عندك وسواس ما عندي لا ابد بالوضوء باللبس بامور ما عندك وسواس ما عندي شيخنا العزيز اذا ماكو مشكله لان المكوى اخي المكوى ان كان يستخدم الايد وان ما بقى غسل بالايد او ان كان يستخدم الغساله الاوتوماتيك الموجوده او اي طريقه من طرق التنظيف فيصير الماء عليه ماكو مشكله يعني فالغسل نظيف ولا تخلي هذا الباب يدخل عليك منه وسواس وبالتالي تقع في مرض اكبر من هذا المرض يعني فالغسل صحيح وماكو مشكله ابدا يعني هناك راي عند الشافعيه بهذا الخصوص هذا راي لا يحكى به لانه ربما يعني بمشكله يعني بموضوع الغسل الملابس ان شاء الله نعم حياك الله ماكو مشكله ابدا حياكم الله نعم من معي تفضل اخي انت معي ام عباس تفضلي اختي ام عباس تفضلي
انت معي، تفضلي حياكم الله ام عباس، تفضلي. الحمد لله. اني مدى اسمع صوت كنترول، ساعدوني. عيدي سؤالك ام عباس، عيدي سؤالك. اي مدى اسمع صوت انا زين. مسوي عمليه؟ اي ها، ما تقدرين تسبحين او ما تقدرين تصومين؟ كنترول ساعدوني انا ما ادري اسمع. يلا انا هسه اجاوبك، فهمت فهمين واثنيناتنا اجاوبك عليه ان شاء الله. نعم اهلا. يعني من الموصل ام مريم، ابو مريم، ابو مريم ضبط وياي كنترول الله يرضى عنك. اي والله. اي تفضل ابو مريم من الموصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد حجي. الحمد لله بخير، ماشي الحال. حجي كيف بالسنة كل واحد بالسنة يعني عمره؟ شلون؟ بالسنة يروح واحد كل سنة عمره يصير؟ يعني هو الأصل بيصير طبعًا، وكل واحد يروح عمره إذا الله ممكنه وجسديًا وماليًا ويريد يروح يعني كل سنة. ما في شيء يقولون ما يصير، يعني قسم المتعاجين يقولون ما يصير. لا مو هيك الكلام ما يصير، لا لا اسمع مني الجواب، اسمع مني الجواب. العمره انت خصوصا لو كنت في قريب على بيت الله تعالى، حتى لو كل اسبوع تروح تعتمر ماكو مشكله ابدا يعني، بس يجوز ان تذهب كل سنه. ولكن البعض من علمائنا المعاصرين امثال حضره الشيخ محمود عبد العزيز العاني اعطى فتوى، قال بما ان هناك كان نازحين وكان هناك محتاجين، اللي رايح عمره سابقه العمره اللاحقه لا يروح، يدفع هذه الالف دولار او الاقل الى النازحين افضل واولى من الذهاب الى العمره. ماشي، انتم في الموصل اذا كان هناك خيم نازحين ومحتاجين، اللي رايح عمره او رايح حج مره يكفي هذه المره، والبقيه اذا الله ممكنه يدفع فلوس العمره الى النازحين. والله انا كل سنه اروح العمره، يعني تعرف شلون عندهم ميتين يعني. لا لا مو ما يصير، شلون ما يصير، انت حتى لو كل اسبوع هناك وتروح عمره ماكو مشكله يعني، بس هي يعني المتمكن يذهب كل سنه ماكو مشكله، عكس. نعم بارك الله فيك حجي بنونين، حياكم الله. ابو محمد من سامرة تفضل. سامرة ابو محمد تفضل. اخي ابو محمد مرحبا. مرحبا بخير يسعدك. الحمد لله بخير. الحمد لله الله يخليك. هاي الثاني الحمد لله الصوام صح، خلاص صح، موت الصيام هاي عندي ما هو عجز بالقلب. نعم نعم ابو محمد الطبيب شو يقول لك الطبيب؟ الصيام زين صحيح؟ عندك عجز بالقلب وضعف بالعضله مال القلب ونزلوني عندك موت يعني ما دخلوني بالانعاش، واخر مره نزلوني لسليماني الدكتور خاص مال القلب قال لي عندك عجز بالقلب وضعف بالعضله مال القلب. لا انا ادري التشخيص صحيح، بس اقصد ما سالته الصيام زين الي؟ والله بوقتها ما سالته انا استاذي، أنا ما عندي خبرة طبية بالموضوع، الخبرة أو الفتوى تبنى على قول الطبيب أو على الخبرة الطبية. أنت شوف الطبيب المختص همك في سامرة أو في غير سامرة حتى لو بالاتصال أنه يجوز أصوم. ماشي، أنت عندك حبوب تأخذها يوميا بالنهار؟ إذا ما أخذت ماشي، إذا ما أخذت وقت من الأوقات شبيدي عليك انا ابو محمد، انا بس اقول لك اذا ما اخذت ابو محمد، اذا ما اخذت علاج، اذا ابو محمد الله يرزقك الشفاء العاجل يا ربي، خلاص ما تصوم وتدفع فديه عن كل يوم 1500 دينار عراقي يعني عن كل يوم. بارك الله فيك اخوي العزيز. الله يبارك فيك ان شاء الله. نعم
خلفاء. من معي؟ حياكم الله. من الأنبار أبو أحمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخ؟ شلونك؟ الحمد لله بخير أبو أحمد، حياك الله. شيخ بلا زحمة عليك، أنا كنت أشتغل بالتجارة. نعم. وتعرضت يعني للخسارة يعني مرور التجارة والزمن. نعم. وبعت حتى بيتي يعني بعد ما عندي حتى بيت ما أملك. نعم. وحاليا يعني لازلت مطلوب مبالغ يعني واي عندي عليه. نعم. ما أتمكن من سدادها. المطلوب. شيخ عندي أختي عندها هوية ما تقاعد يعني يصير أخذ عليها سلفة وسد الدين يعني مو أنا عندي هوية وإنما أختي عندها هوية. لا هو أنت المشكلة مو موضوع يصير لو ما يصير أخذ من هوية أختي، هو الموضوع يم القرض يعني يم السلفة. يعني عادي تاخذ من غير ما، بس اقصد السلفه بها فوائد زيادات ربويه. اكيد شيخ هي بها فوائد، يعني انا بحالتي هذه استحق اخذ سلفه؟ يعني هو الموضوع يعني مو هكذا جزافا اقول لك اخذ او ما تاخذ، يعني ادنى انت ايش قد مطلوب تقريبا؟ ايش قد مطلوب؟ شيخ اكثر من 100 مليون. يعني تتوقع احد اللي يطلبوك ربما يسجنك يعني ويشتكي عليك؟ اكو كم واحد يعني يقول لي انتظرك مده محدده ما توفي يعني اضطر اشتكي عليه. أه والله يا اخي يعني موضوع الاصل به ربا والاصل حرام ما يجوز، ويعني والله هي يعني الله يعين اللي مشايخنا الكبار من اللي يفتون شلون حاله يعني. احنا ندري بها ربا ونعرفه. والله انا اصلا كنت من كنت اتاجر عن كنت اطلع الزكاه كل رمضان اطلع الزكاه واوزعها للناس. زين انت عندك راتب الان مرتب شهري؟ عندي مرتب كل شهرين 350 ألف. ما التقاعد يعني؟ ما هاي الرعاية الاجتماعية. زين ما تقدر تتداين من شخص قريب عليك بحيث تأمن أنه ما يشتكي عليك وتسدد الناس؟ ما تقدر؟ والله الشيخ ما حد يقرض، يعني أكون مبالغ أقل من هذا ردت أطلب مثلا المبالغ قرضة أقل من هذا المبلغ المطلوب من عندي ما حد يقرض يعني ما حصلت مبالغ. زين تقدر أبقى على الكنترول وخذ رقمي الخاص حتى نسولف براحتنا بالموضوع لأن بيه فرعيات الموضوع يعني. خذ رقمي الخاص واتصل بي بعد البرنامج. ماشي. حياك. من سامرة أبو يوسف. أبو يوسف تفضل أخي. وياك حبيبي وياك. حياك تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا إليك من كل التاجر التاجر سامرة. حياك الله أبو يوسف مرحبا. الله يسلمك. والله إحنا عندنا عمري شيخنا احنا عندي بيت دار نار. نعم. واني يعني قاعد ايجار اتشاهد 300 بالشهر وانا موظف الحمد لله. نعم. ودار نار يعني من عندي حطيت الكون عليه وبقى بحاجتي شفاط ما 6-7. نعم. وما عندي يعني هذا المبلغ الا اكو قرض على هذا المستر كيرت. ماستر كارت اللي هو تقريبا يعطيك يمكن 10 مليون او 12 مليون دينار عراقي. زين ما بي زوائد؟ ما بي زوائد يعني فوائد على قولتنا؟ والله يقولون بي فائدة بلا. والله يا شيخ اي والله بي فائدة يا اخي. والله الله يغنيك بحلاله عن حرامه افضل. يعني بما انت بيت الان قاعد بايجار؟ اي حاليا ايجار. والله قاعد. والله يا استاذي اذا تقدر على الايجار والبيت قاعد تبني بي يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني الله سبحانه وتعالى بالاستغفار بالاذكار عسى ولا الله يفرج عنك ويرزقك من حيث لا تحتسب وتبني البيت افضل ما تبنيه بمبلغ بربا. هذا بيت يعني مشكله لا سامح الله يعني تبنيه من ربا والله اخي لا يدوم هذا البيت ابدا يعني. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الله سبحانه وتعالى حاشا لله اذا تتوجه له يتركك حاشا لله. فتوجه الى الله. الحمد لله ان شاء الله. افضل ما تتوجه الى ماستر كارت. الله يرزقنا والله الحمد لله. الله يزيدك يا ربي. انا ما انصحك باخذ الربا. انا ما اقبل اخذه بس يعني اسالك ان شاء الله يعني جوابك. الله يجزيك خير. ما انصحك تاخذ بي حجي والله ما انصحك ابدا ابدا ما انصحك. من ما؟ من بغداد محمد تفضل. حجي سعدون تفضل من بغداد. قطع اتصاله. نعم الأخت سألت عن أنه هي عملية ويجوز أن تختسل هكذا فهمت، أو هي مسوية عملية ورمضان قريب يعني بالحالتين. يعني الحالة الأولى إذا صاحبة عملية وهكو جرح طبعا تتيمم للصلاة،
حتى لو ما تغتسل، إن كان حدث أكبر حدث أصغر لا تغتسل، تتيمم تيمم ضربتان، ضربة للوجه على التراب الصعيد الطاهر وضربة تكون لليدين. هذا التيمم تنوي بنية حدث الأكبر أو نية حدث الأصغر، يعني التيمم، وتصلي، ولكل صلاة تيمم. هذه إذا كانت السؤال مالها عملية وما تقدر تغتسل، وبعدها من الطيب عادي لا إعادة عليها. موضوع الصيام إذا كانت عملية هم نفس الحالة، شوف الطبيب. التضميد ما يفطر الصائم، إذا في نهار رمضان تضمد الجرح أو يخلوا لها مضمدات كذا ما يبطل الصيام، بس بقى عاد الطبيب، ربما تحتاج إلى بروتينات، إلى فيتامينات، تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى مكملات كذا، فممكن الطبيب يقول لها تصومين أو لا تصومين. إذا قال ما تصومين خلاص الفتوى تبنى على قول الطبيب وما تصوم، وعليها القضاء في السنة القادمة بإذن الله. نعم. أم براء، أم براء تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون كيفك؟ الحمد لله. مرحبا أختي. مرحبا. شيخي بس انا عندي موضوع احكي لي يعني، ويا ريت تسمعني انت لو تسمع كل من يسمعني ان شاء الله يكون يجي. تفضلي اختي. نعم. والله على شيخي، انا عندي والدتي. نعم. والدتي زوجها عايشه يعني مطلقها من قديم. نعم. وولد ما عندها، وما عندها غير بنت كبيره يعني، وهم انا قدر يعني حيل حيل خالتها تعبانه. زين. فوالله حتى يعني قبل 5 أيام حيل تخربط وضعها، والله العظيم علاج ما عندها تجيب يعني حطايا ما عندها تاخذ مع الضغط. نعم. ويوميا ضغطها يصعد 25، ويعني والدكتور حيل حيل قال لازم العلاج، لازم لازم يتوفر لها العلاج. وبهالحاله هي ارمله ومطلقه وقاعده، وبنتها ارمله همين مريضه وسقط وقاعدينها. وبهالحاله ريت بس انت بركي بالطيبين امثالكم ان شاء الله، ناشدكم عبر قناه سامره الطيبه زينه. أريد يعني مساعدة لهاي الأمرأة العاجزة عن حتى الحباية ما تضبط ما تقدر عليها. نعم. ولا عندها ولد ولا عندها أخ ولا أي واحد يصب عليها، ما أقدر. الله سبحانه وتعالى ما طيبين أمثالكم. أختي أنا حتى أقول لك يعني أنا كحسين يعني أنا ما عندي أي منظمة إغاثية والله، وأي دعم ما عندي، بس مع هذا مع هذا ماي ماشي، خلي لي رقمه الخاص أختي. ماشي ماشي، وحتى لا نعكس الصورة، الموضوع ينقلب إلى إغاثات. خلي لي الرقم يم الكنترول، خلي لي رقمك يم الكنترول. تمام، خلي لي رقم يم الكنترول، عسى ولعل الله سبحانه وتعالى يجد مخرج لك، أنا أكون قريب معاكم إن شاء الله. خلي لي رقم يم الكنترول يعني. نعم. أبو محمد من نينوى تفضل. السلام عليكم. إيه خلي لي رقمها يمك. تمام. إيه أبو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ. الحمد لله. شيخنا العزيز، أنا متزوج وعندي 3 أطفال. إي نعم. فصار عندنا مشاكل، وصلت بينا الحالة الطلاق بسبب أهل الزوجة. إيه. فأنا صاحب 3 أطفال، يعني شيخ هل أطلق يعني هاكو شيء علي؟ يعني الاسم يقع علي؟ أطفال صغار عندي 3، وبسبب تدخل أهل الزوجة يعني يدخلون كثير. هي الزوجة الوحيدة عندك لو عندك واية أكثر؟ لا لا بس هي عندي. زين، أنت والزوجة متراضين يعني ما عندكم مشكلة؟ المشكلة ويا الأهل؟ متراضين، أي مشكلة ما عندنا. هي خلاص أخي ابتعدوا، أخي أبو محمد ابتعدوا. نعم. عن الأهل، أهل البنت أو أهلك ابتعدوا عنهم مؤقتا، يعني أنا لا أدعوك إلى قطع الصلة، ولكن ابتعدوا عنهم مؤقتا إذا كانوا يسببون لكم مشاكل، يعني خصوصا أنت تريد الزوجة والزوجة رايتك وعندكم أطفال، ليش تلتجون إلى الطلاق؟ أبدا مو صحيح يعني، أبدا يعني. هي يتدخلون كثير بشؤونها ويتدخلون، يعني صار مشاكل يعني من وراء استكانة شاي وصلت للطلاق شيخي. إيه هذه معناته يعني ماكو تفاهم بينك او بينه وبين اهلها، خلاص خلوا فد نوع من الحاجز يعني. لا تخطأ، انتم ساكنين قريبين عليهم؟ لا والله ما قريبين شيء. إيه خلاص يا استاذي، يعني خلوا فد حاجز، خلي يبقى التواصل ويا الام ويا الاب تواصل موبايل فقط من البنت على قد السلام على قد السؤال، ولا تتدخلون ولا يدخلون في حياتكم يعني. يعني كل يعني هي كلش مره مستوره ودور الحمد لله، يعني هذه نعمه انه كيف انت راضي وهي راضيه بيك وتتفكرون بطلاق، شلون ترضون يعني؟ وشنو ذنب الاطفال؟ خطيه يعني، مو صحيح ابدا يعني. فحاولوا تخلون يعني بعد، حتى لو تبتعدون فتره
إلى أن شوية يستقر الحال وتبرد الأمور وبعد ذلك تواصلوا بهدوء جدا يعني. آه أي نعم. أنا ممنون منك شيخ. وبعدكم غير آثمين علي أنتم. بعدكم غير آثمين. نعم من ديالة أم علي. أم علي تفضلي. السلام عليكم. تفضلي أم علي. نعم. الشيخ. أي تفضلي. شيخ أنا زوجي انقتل. نعم. نعم. من رجع من الشغل معه هو يشتغل سايق أو جمال. نعم. من راح اليوم يعني الجوارين أو سبا رجعوا من سلحهم وربوهم وسكروا من عندهم يوم خمسة. من إجوا يدفنوهم يتجوزوا يعني ما غسلوهم قالوا هذا الشهداء يصير يعني هذا الشيء. والله أختي بس الكلام الأخير عيدي زوجك انقتل مو 105 واحد انقتل وياه؟ لا خمسة خمسة الزوج خمسة انقتل وياه أي من إجوا يدفنوهم شلون؟ أي أي دفنوهم بنفس الوقت؟ لا ما غسلوهم ما غسلوهم تمام 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 وهسه وهسه تعرفين قبورهم؟ قبور زوجك تعرفين مكانه؟ أدري أدري شلون قتلوا شلون قتلوا يعني الإرهاب يعني الإرهابين قتلوهم يعني شوفي أختي هذا الموضوع بتفصيل طويل يعني موضوع شهداء الأرض وشهداء القبر شهداء الآخرة بتفصيل طويل ولكن أنا أقول ما دام زوجك الآن إلى رحمة الله أختي الكريمة ما دام إلى رحمة الله ميت هو والآن مدفون ادعوا له الله سبحانه وتعالى يتقبل شهيد خصوصا إذا قتل على أيدي الخوارج خوارج العصر سلفية العصر شي يسموه وهابية العصر دواعش العصر ميليشيات العصر المهم يعني انقتلوا على ظلما يعني خلاص ادعوا له بالرحمة والله يتقبل من الشهداء فأقصد جوابي الآن إذا قلت لك لا لازم يغسل أو ما يغسل ما يفيد بعد ماشي؟ هو اندفن وإلى رحمة الله أدعو له بالرحمة والغفران والله سبحانه وتعالى يتقبله إن شاء الله من الشهداء إن شاء الله مطلوب يوم واحد؟ لا مطلوب يعني وقت مرض الاكتئاب مرض إضال أربع سنوات ما يقدر يصير تمام أختي هو في وقته من مريض بالكلى وما صام ما يصير تصوم له ولا يصير هو يصوم الدفعي له فدية فقط فدية مثلا كم رمضان ما صام؟ أربع رمضانات أو خمسة عفية أربع رمضانات تحسبين فدية عن كل يوم 1500 دينار ما دفع فدية في وقته هو؟ في وقته ما دفع؟ لا 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 ما دفع خلاص تجمعين المبلغ كله مال أربع رمضانات خمسة ومو تصومين تدفعي له فدية عن كل يوم 1500 دينار عراقي من تتمكنين أختي باي جمعي المال كله مثلا طلع 200,000 مثلا يعني ماشي 200,000 طلع الدفعين كل مرة 25,000 10,000 20,000 5,000 باللي تقدري إلى أن يكمل 200,000 ماكو مشكلة شوف يعني ما كان يوم خميس يعني الأسرة الأخيرة ما بالحجة هل عندي أجر شلون يوم خميس يعني الخميس من مارس يعني والله هي طبعا الخميس على الجمعة المتوفى المتوفي خميس على الجمعة يعني ليلة مباركة هذا قلت لك نسأل الله يتقبله يعني ويرحمه ويتقبله من الشهداء إن شاء الله يا ربي ادعو له يحتاج دعاء الميت يحتاج دعاء يلا الله يرحمه ويرحمكم يا ربي جميعا إن شاء الله أحمد من تكريت أحمد فضل تفضل أخي تفضل منو معي أحمد بن تكريت نعم قطع اتصال نعم الأخ بالبداية سألني عن العمرة بالقصد يعني أنا أولا أقول رأي شيخي الفاضل شيخ محمود عبد العزيز العاني الشيخ له ملاحظة أو ملحوظة على موضوع العمرة بالقصد يعتبره يعني موضوع طويل بالموضوع لا يجيزه يعني العمرة بالقصد يعني وعفوا يعني أنا لا ربما لي رأي يعني آخر بس لا مستحيل أقوله على الشاشة وربما يسمعني بذلك لا أقول خلاف ذلك يعني ولكن
يعني ما اعرف، ما عندي جواب بالموضوع. اذا يقدر اخذ رقمي الخاص يتصل بي على اخذ رقمي الخاص، تمام، يتصل بي على الخاص، وربما يكون هناك مخرج لموضوع العمره بالقصد ان شاء الله، ما في مشكله ان شاء الله. نعم، اتصال من سامراء، تفضل، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك شيخ؟ تحياتي لك ويا المشاهدين. حياكم الله اخي، مرحبا. مرحبا ابو ماهر من تامره. اهلا ابو ماهر، مرحبا عيني. شيخ، بالنسبه لهاي الرواتب مال الرعايه، اي نعم، اكو ناس شايفه ماني يعني امورهم زينه وحالتهم زينه، يستلمون راتب مال الرعايه كله ماني ايش يقول لك انا عاطل، واكو ناس يعني هم معوقين ما مستلمين، هل هذا حلال؟ يعني هو اكيد استاذي الرعايه خلت معايير للي تنطيهم راتب، مو هيك يعني؟ نعم. فاللي يتلاعب بهذه المعايير ويزور، طبعا هذا ما يجوز، الراتب يصير حرام عليه. شيخ، هو اما اذا كان مطابق لهذه المعايير والمواصفات والرعايه انطته، خلاص اخي ماكو مشكله، يعني ما في مشكله. زين، هو السند مكتوب لي عاطل، هو هذا هو اموره زينه. أمو قلت لك يعني تلاعب بالمعايير أو تلاعب ببعض البنود، وإن كان تزوير أو بأي طريقة فهذا الراتب يكون حرام، أنا معك، هذا الراتب مو صحيح ياخذه، ما مستحق، لأنه أخذ حق الغير هو يعني. نعم. ماشي أخي الكريم، ف إحنا ما بيدنا شيء، يعني إحنا بس ننبه الدولة أنه تدقق بموضوع المعايير للأشخاص، تنزلها منزلة صحيحة يعني على الأشخاص. وأظن الآن هكو بعض المعاملات قام يصير بها قسم، يصير بها شهود، يمكن هذا يتلافى موضوع التلاعب بالمعايير يعني. والله شيخ، حتى نعرف ناس يعني موهم حزينة ويستلمون راتب، وناس قاعدة تحبي حاجة والله ما تستلم راتب. يلا الله أرحم الراحمين أخي. عموما المسألة الفقهية جوابها إذا كان ماكو تلاعب بالمعيار اللي وضعته الدولة اللي إحنا نمشي عليه، يعني هذه المعايير ونفتي عليها من ابن الفتوى عليه، مثل ما اليوم مال ضحايا الإرهاب وغيرها، يعني نسبة العجز 60% اللي هو عنده 30 ويدي يسوي 60 نقول له ما يجوز، لأن الدولة وضعت معايير. فالرعاية الاجتماعية نفس الحالة، هناك معايير اللي إنسان عراقي يطبق هذه المعايير ويقدمها وموافق، خلاص حلال ماكو مشكلة. يتلاعب بالمعايير بطريقة مزيفة فالراتب هذا حرام، ما يجوز. نعم شيخي، هو من يقول له عاطل، ما معنى شنو عاطل؟ استاذي الله يرضى عنك، انت عاطل من العمل الان؟ انا كاتب، عندي عائله بدي اشتغل، ما عندي راتب، بس اقدر اشتغل وولدي يشتغلون. اقصد الله. انت لو قدمت تنطبق عليك المعايير في الرعايه الاجتماعيه؟ لا، انا هسه حاليا اشتغل الحمد لله كاتب. خلاص اخي، يعني غيرك، يعني قلت لك ان كان اثم اثم وتلاعب فالاثم عليه، يعني انت جزاك الله خير من هذا المنبر نبهت وارشدت، واني وياك نصحنا، وعسى ولعل انه تكون هناك اذان صاغيه لهذا الموضوع. محمد من بغداد، تفضل اخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك شيخي؟ الحمد لله بخير، ماشي الحال. شيخي، يعني عسكري. نعم. صارت عندي مشاكل زوجية، طلقت زوجتي. زين، مطلق سابقا محمد؟ زوجتي. انت سابقا مطلق؟ سابقا طلقت لو هاي اول مرة؟ لا، انا اول مرة هاي اطلق. انا سنت قبل متزوج وحدة وماتت الراحة رحمة الله، ناوي الزوج، صارت مشاكل بيني وبين الاطفال اللي كانت من هذيك، وصارت مشاكل. نعم. فطلقتها. زين. صارت مشاكل قوية، طلقت. زين. قل لي يعني هذه الزوجة الثانية؟ هذه الزوجة الثانية الآن؟ اي، هاي الزوجة الثانية، صارت مشاكل بيني وبينها على مدار الأطفال. ايش قلت بالضبط؟ بالضبط ايش قلت لها بالضبط؟ قلت لها طالق. بس طالق؟ قلت لها بس طالق؟ اي، فلانة بنت فلان طالق. طالق، وهي الان بيت اهلها يمك، وين هي؟ لا، عفت لها البيت وعفت لها الجهال، يعني الكبار والصغار كلهم خليته وياها. زين، هي تريد ترجع لك؟ ها؟ هي تريد ترجع لك؟ تريدك هسه؟ لا لا، ما تريد ترجع، هي طلبت الطلاق. ها، طلبت الطلاق. طلاق فطلقتها. صار ايش قد الحكي هذا؟ عبر ثلاث اشهر ما عبر؟ لا، صار تقريبا شهر، شهر ونص. اي، بعدك يعني بعدها باثناء العده يعني، والطلاق طلاق رجعي استاذي، الطلاق ما زال طلاق رجعي، طلقه واحده،
يعني يجوز أن تراجعها، يعني لا يشترط رضاها. أنت إذا تريد الرجعك رجعك الآن وإحنا على الهواء. إذا تقول لا والله هي ما تريد، شنو المطلوب مني أسويه؟ شنو المطلوب يعني؟ لا ما تريد، ما تريد يعني رجعها، ما تريد يعني رجعها. هي كانت طالبة طلاق من عندي وأنا كنت محاند، يعني ما أريد أطلقها. زين خاف أنت شوية، أكو قسوة محمد شوية، أنتوا العسكريين مرات أكو قسوة عندكم يمكن بالتعامل أو كذا، مو هيك يعني؟ خاف عندك قسوة وياها. لا والله شيخ ما عندي قسوة وياها، أنا تدري بيها عسكري والعسكري يجي تعبان يجي هذا، فاحتياجي يعني يجي لازم يجي البيت يعني ما يقولون زين. هذا حقك طبعا. كانت تشكيلي على مود الأطفال الأولاد اللي كانوا من هذه المرة، المشكلة يعني ما تقدر تربيهم، تقول أنا عمري كله ما متزوج أنا بربي هذول وربي جهال هذول. إشقد عندك أطفال من عدها؟ إشقد عندك أطفال من عدها؟ من عدها اثنين ومن هذيك المرة الثانية اثنين. والله يا أخي والله مأجورة هي إذا تربيهم وتحسن تربيتهم، ذول هم أيتام وما عندهم أم تعتبر، وتحسن تربيتهم هذا مكانها الجنة يعني. هذه يعني تربي شنو وقيمة التربية؟ هي طعام تسوي لذول، ذول طعام ملابس لذول، يعني ما بيفد يعني فد فرق بالموضوع يعني. بس عموما يعني أخي محمد يعني حاول بقدر المستطاع أن طيب قلبها وما يصير طلاق، الأفضل يعني، لأن ذول خطية اثنين. أدري أقصد بمجال الرجوع، بمجال طلاقك بمجال الرجوع يعني، بالتي أحسن خلي أهلها يحشون وياها، أهلك يتكلمون معاها، ويعني بالتي أحسن يكون، لأن أنتم اثنين عندك من ذيك، وهسه دول هم اثنين أربعة. الحمد لله ما شاء الله، اليوم زماننا الأب والأم ما عليهم شيء، بس الأطفال يوقعون بالموضوع، الأطفال مساكين يعني. شيخي شيخي بس مرة خلصك نعم. يعني لزيت عليها أربع يعني أربع مرات لزيت عليها وما رجعت فيها، دزيت عليها جماعة ما قبلوا، نسوان من المنطقة ما قبلوا، من عدها وبيها من أهلها ما قبلت، تريد إلا طلاق، فطلقتها قلت خليها طلقها أحسن. محمد أنت خو مو قاسي وياها، دا أقول لك خو ما تضربها، تضربها؟ لا أبد أبد، كلام واحد ما أحكي وياها يعني غلط ما غلط وياها، ما عاد إنه بضربها. مو أكو بعض البنات، عفوا مو زوجتك، بعض البنات احتمال الاحترام الزايد والمحبة الزايدة هم معكوسة سلبي، خلي تحسب علي هذا الكلام يعني، مع الأسف يعني. شقد احنا نقل بجانب المرأة ونقول المرأة فعلا مظلومة في المجتمع اليوم، والمرأة ترى ما ترى من قسوة من الرجال في المجتمع، ولكن في نفس الوقت نرى عكس تماما، المرأة التي تزداد حبا وتزداد احتراما مع الأسف المردود يكون سلبي يعني، مع الأسف يعني. يعني أنا يعني بالاختلاط شفت هيشك ونماذج يعني، مع الأسف يعني. عموما أخي محمد الله يعينك وأصبر، وبما تستطيع حاول ترقق قلبها ودعي لها الله سبحانه وتعالى يجمعكم مرة ثانية، وحتى الأطفال الأربعة خطية لا يكونون بين مطلقين يعني. الله يجزيك خير يا عيني. بابل تفضل، من بابل يا أم حسين. تفضلي أم حسين تفضلي. اي نعم نعم الله يفرج عنك. الله يسلم الشيخ، ما اعرف عنها ما اعرف عنها شيء. نعم. فأنا يعني زوجي ما راح كل شيء ترك لي، لا رافيق ولا عندي رافيق ولا عندنا بيت ولا عندنا سياره. نعم. فقلت انا حتى ولا هذا مفقودين رافيق مفقودين، فقال لي ما اريد ان علي واشر اني هو ما اقول لي شيء طبعا. فهسه جاي مع الجرحى بالرمادي هذه يسوون رواتب متقاعد مع الجرحى. نعم. فهذا الشيء يعني يحل علي ولا ما يحل؟ يعني انا عايشه افضل لا اختي، مع الجرحى شلون تقدمين مع الجرحى هو مفقود؟ شلون تقدمين؟ رواتب الجرحى راح اسوي اسم الي. تسمعين من الجواب، انا اريد اتكلم بهذا الموضوع. تسمعين من الجواب. اي ما يخالف اختي الله يرضى عنك، يعني اسمعين من الجواب يعني افضل افصل بالموضوع. يعني هذا الموضوع الاخت السائله من بابل. اخواني اليوم اكو موضوع الدوله دا تنطي لضحايا الارهاب، بين قوسين ضحايا الارهاب ماشي، مو ضحايا امريكان او ما اعرف، هم عندهم معايير لضحايا الارهاب. من ضمن المعايير
كل الأمور ذيك ربما تمشي وسهلة إلا معيار واحد أنه نسبة العوق أو العجز نسبته 60% أو 65%. من دخلت بالموضوع وشفت الأوراق وطلعت عليه شفت أنه هناك خطوات، يعني الكمية محدودة، وبعد هاي الكمية وبعد المعاملة وقسم حلف ماشي. فيجون البعض يبيعون سمسارية، يبيعون أسماء، يقول لك إحنا نرتب لك ورقة من الطبيب نسوي العجز 60% 65% وأنت بس دورينا فتوى على الحلف يعني والقسم. هذا ما يجوز أبدا. ليش؟ أولا أنت أخذتي أو أنت أخذت حصة غيرك، يعني هي حصة محدودة، فأنت تزور ومن جوة لجوة تسوي معاملات بالتزوير. أول شيء المسلم ما يكذب، يزني ربما يعني يفعل يكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكذب، المسلم ما يكذب إخواني، المؤمن ما يكذب زين. فموضوع الكذب هذا مو ديدن المسلم، هذا أولا. اثنين أخذ حق الغير، الكذب وأخذ حق الغير، تأخذين حق الغير أنت بهذا الموضوع، يعني الغير اللي هو فعلا عنده عجز مستحق راح يروح اسمه، لأنه الغير مستحقين أخذوه عن طريق السمسار وعن طريق الواسطات. وثلاثة أخواني، نحن لا نقبل أحد بالفتاوى يتلاعب مع الدولة أو يضحك على الدولة. قوانين الدولة إحنا نبني عليها فتاوى، ما عندنا مشكلة حتى لا يكون فوضى. يعني خابر لي واحد يقول أريد أخذ قطعة جزاف، إحنا نسميها قطعة شو يسموها، قطعة اللي يأخذوها شو مكان يعني متجاوز، أقول له ما يجوز أخي، هذه أموال عامة مو أموال دولة، مو رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نواب، هذه أموال دولة عامة، أموال بلد كامل. يعني سيارة تاير سيارة مال دولة ما يجوز تأخذ لك أنت بأي حق، ما يجوز تأخذ لك، ماكو أي حق تأخذ، هذه أموال دولة أخي، أموال شعب يعني ما يجوز. فإذا هذه موضوع النسبة العجز 60% والتلاعب بها ويجيبون من دكتور ينطوه فلوس حتى يزيد النسبة، هذا ما يجوز وحرام هذا التعامل أبدا. نعم. عندي سؤال من الأخت على الفايبر دازة للكنترول، أنه عندها أم أحمد اسمها، عندها مبلغ مودع في المصرف ويتغير هذا المبلغ، هل عليه زكاة؟ إخواني وأخواتي، المبلغ المودع إذا بلغ النصاب اللي هو مقدار 140 مثقال فضة، إذا بلغ النصاب قرابة 3.5 ملايين أقل شوية أو أكثر شوية ودار عليه حول سنة كاملة، فيجب عليه الزكاة 2.5%، يعني كل مليون 25,000 دينار. أما إذا كان عندك مبلغ مثلا 5 مليون ونص السنة طلعتي 1,000,000 أو 1,500,000 ورا الشهر رجعتي 1,000,000، فهذا لم يتم عليه الحول، لم يدر عليه الحول. فالمبلغ إذا دار عليه الحول وبلغ النصاب فكل سنة يدفع عن كل 1,025,000 دينار 2.5%، والله أعلم. تمام، كنت انتهى البرنامج؟ تمام. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول إخواني، نسأل الله سبحانه وتعالى رضاه، ونسأل الله تعالى يعني أن أستغفر في كل حلقة وبعد حلقة وقبل الحلقة، ربما أخطأت في فتوى يا رب أنت تتجاوز عني، ربما أسأت لأحد في فتوى أنت تتجاوز عني، ما كان من صواب فهو من الله ثم ممن علمني، وما كان من خطأ ومن زلل فهو مني من الشيطان، أسأل الله تعالى نتجاوز عنه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.